14 اغسطس يوم مهم طبعا هو يوم مهم لكن ما ياتي بعد التمرد اهم من يوم التمرد فقط مجرد ان الشعب البحريني اختار يوم الاستقلال كيوم تمرد على انتهاكات حقوق الانسان على طغيان هذا النظام يدل انه ما زالت الثوره حيويه ما زال الحراك السياسي موجود وبقوه على الشارع 14 اغسطس مهم ما ياتي بعد 14 اغسطس اهم من يوم التمرد طبعا ما ياتي بعد 14 اغسطس هو استمرار للحراك الشعبي استمرار للمطالب الشعبيه في مواجهه النظام الخليفي